بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في قناة تفسير احلام والرقية الشرعية. النهاردة هنتكلم عن رؤيتين او رمزين، لو شفناهم في المنام نعرف ان شاء الله في زوال للهم وفي خروج او فك للكرب. اول رمز معانا لما يشوف الرائي رؤية المسيح. رؤية المسيح او رؤية سيدنا عيسى عليه السلام من الرموز المبشرة بزوال للهموم وخروج من الكرب، كمان من الرموز اللي بتدل على مكانه وعلى علو شأن للرؤية. لما الرجل يشوف في المنام سيدنا عيسى فدي من الرموز اللي بتدل على نجاته من هم او من كرب. كمان لما يشوف ان هو اتحول لسيدنا عيسى وان هو لبس نفس الملابس بتاعته او نفس الشكل، فاولا بتدل على مركز هو هيحصل عليه، على سلطة، على جاه، على حصوله على مكانة أو منصب كبير. المريض لما يشوف سيدنا عيسى عليه السلام من الرموز المبشرة ليه بالشفاء. كمان الفتاة العزباء لما تشوف المسيح أو تشوف سيدنا عيسى فمن الرموز المبشرة ليها بخروج من هم أو من حزن. كمان من الرموز اللي بتدل على استقرار في حياتها بشكل عام. كمان الفتاة العزباء اما تشوف سيدنا عيسى او المسيح فبشرى ليها بصلاح حالها وبنجاحها، ولو كانت هي طالبة فبشرى ليها بحصولها على درجة علمية كبيرة، حصولها على رزق، كمان بشارة بالزواج والزواج من شخص صالح. المرأة المتزوجة كمان اما تشوف سيدنا عيسى بشارة برضو بزوال هم وبحزن وكمان استقرار في حياتها الزوجية، وبشارة ليها بالحمل والحمل عن قريب وكمان الحمل في ولد، والله اعلى واعلم. كمان رؤية المرأة المتزوجة لسيدنا عيسى بشارة ليها بخير وبسعادة وبرزق. المرأة الحامل برضو لما تشوف سيدنا عيسى فده مولود صالح ومولود هيكون لي شأن كبير، كمان بتدل على ولادة سهلة وكمان ولادة ميسرة. المرأة المطلقة كمان لما تشوف سيدنا عيسى أو سيدنا أو المسيح فده صلاح حالها وكمان تجنبها لمعاصي أو لذنوب كانت بتعملها قبل كده. كمان من الرموز المبشرة ليها بصحة وكمان برزق هتحصل عليه. أما رؤية التمثال الخاص بسيدنا عيسى أو الصورة الخاصة بسيدنا عيسى برضو من الرموز اللي بتدل على ساعة في الرزق وعلى قدوم خير. كمان لو شاب أعزب وشاف تمثال لسيدنا عيسى فبشارة ليه بالزواج وبالزواج عن قريب من فتاة متدينة أو ملتزمة. كمان لو كان تاجر فمن الرموز المبشرة ليه بالربح وبالمكاسب، هيحقق مكاسب مالية وبنجاح التجارة بتاعته. كمان لو كان طالب فبشارة ليه بالنجاح والتفوق وكمان وصوله لمرتبة عالية. برضو لو كان موظف فبشارة ليه بترقية ومنصب هيحصل عليه. الرؤية التانية معانا النهاردة وهي رؤية تنظيف الأسنان. رؤية تنظيف الأسنان في المنام ما يشوف الرأي إن أسنانه بقت جميلة، فمن الرموز اللي بتدل على تحسين في أحواله المادية. كمان لما يشوف تنظيف الأسنان من السوس فبشارة ليه بزوال مشاكل، بزوال هموم. كمان لو كان عليه ديون فمن الرموز اللي بتدل على سداده للديون. الرجل لما يشوف ان هو بينظف أسنانه فده تحسن في مستواه، سواء في المستوى الاجتماعي ليه وحصوله على وظيفة أو على منصب كبير أو تحسن في أحواله المادية. كمان تنظيف الأسنان بالفرشة وبالمعجون للرجل فده نجاح وتفوق في حياته بشكل عام. أما يشوف ان هو بيشتري فرشة أسنان فده تغيرات هتحصل في حياته والتغيرات دي هتكون تغيرات إيجابية. الفتاة العزباء ما تشوف ان هي بتنظف سنانها فبشارة ليها بتحقيق أمنية وتحقيق هدف
وبرضو من الرموز المبشرة باقتراب زواجها. كمان تنظيف الأسنان، لما تشوف ان هي بتنظف أسنانها في البيت فده زوال خلافات وزوال مشاكل وزوال هموم، وبالأخص لو مشاكل عائلية. وبرضو من الرموز اللي بتدل على عودة الترابط العائلي مرة تانية. كمان لو المرأة المتزوجة شافت ان هي بتنظف سنانها وان هي مسوسة قوي وان هي بتهتز، فدي برضو من الرموز اللي بتدل على خلاصها من مشاكل، وبالأخص من مشاكل زوجية او مع الاهل او الناس مقربين منها. كمان لما تشوف ان هي اتخلصت من السوس فده خلاصها من مشاكل او من متاعب. تنظيف الاسنان بفرشة جديدة للمرأة المتزوجة دي بشارة ليها بالحمل. كمان المرأة الحامل لما تشوف ان هي بتنظف اسنانها فبشارة ليها براحة بعد تعب، كمان بولادة سهلة بولادة ميسرة. كمان لما تشوف ان هي بتستخدم فرشة جديدة فدي برضو من الرموز اللي بتدل على اقتراب ميعاد الولادة. المرأة المطلقة كمان او المرأة الأرملة لما تشوف ان هي بتشتري فرشة اسنان فده تغيير وتبديل في حالها للأفضل وللأحسن. كمان من الرموز اللي بتدل على تحسن في احوالها الاقتصادية او في احوالها المادية. كمان من الرموز اللي بتدل على زوال همومها وخروجها من حزن او من هم. كمان الفتاة العزباء برضو لما تشوف ان هي بتنظف اسنانها من السوس وشافت بعد كده ان اسنانها بقت بيضة وبقى شكلها حلو فبشارة ليها بالزواج من شاب ثري ومن شاب على خلق. كمان لو كانت اسنانها لما تشوف ان هي باسنانها متسخه قوي فمن الرموز اللي بتدل على سوء سلوكها او ان هي بتتصرف تصرفات شويه غير لائقه. كمان تنظيف الاسنان وشراء المعجون من الرموز برضو اللي بتدل على سعاده وعلى وظيفه جديده هيحصل عليها الرائي وعلى صلاح حال الرائي وتحسين في احواله. ولو كانت في خلافات عائلية أو مع الأصدقاء فبشارة بزوالها. دول كده كانوا رؤيتين أو رمزين لما نشوفهم في المنام فنعرف إن شاء الله في خروج من هم أو من كرب. بتمنى إن يكون الفيديو عجبكم. لو في أي استفسار أو سؤال اكتبوا لي تحت وأنا إن شاء الله أرد عليكم. بشكركم جدا وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.